السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الصحة تقرر عدم منح اجازة دراسية لمنتسبيها لاكمال الدراسة الاولية على 3 اختصاصات طبية، استنادا الى قرار هيئة الرأي المتخذ في الجلسة السابعة المحور الثالث بتاريخ 26/12/2022. تقرر عدم منح اجازة دراسية للحصول على الشهادة الاولية للاختصاصات طب الاسنان، الصيدلة والتحليلات المرضية وغيرها من الاختصاصات التي حصل اكتفاء منها وعدم حاجة لها، لتقليل العبء الحاصل على وزارتنا للاطلاع والعمل بموجبه وعدم ترويج أي طلبات تتعلق بموضوع البحث أعلاه واعتباره سياق عمل ثابت. مع الاحترام، الدكتور توفيق وليد توفيق، مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد.